المريضة ما تبقاش مرعوبة لما حد يقول لها بالزبط. هنعمل لك منظار رحمي. وعندنا في المركز ما بنعملش خطوة إلا إذا كانت العيانة محتاجاها فعلا. أي عملية في الرحم فيها غرز، ولادة قيصرية أو إزالة ورم ليفي عن طريق فتح البطن، ممكن نلاقي فيه التصاقات جوه تجويف الرحم. داخلين شكل المنظار الرحم ايه، عارفين التجويف الرحم شكله عامل ازاي، مش هناخد وقت وبالتالي مش هيحصل كومبليكيشن. هي نصيحتي الوحيده والمهمه جدا ان لو انت مش شايف حاجه او لو حصل كومبليكيشن من فضلك ستوب البروسيدور، ما تزودش عن كده لان انت كده هتضر العيان. افضل طريقه لشيل الحاجز الرحم هو ان احنا نشيله بالمقص، زي ما احنا المقص اللي احنا شفناه قبل كده هنشوفه دلوقتي. ليه بالمقص؟ عشان ما بنستخدمش دايسيرمي، يعني ما بنستخدمش حرق للحاجز، عشان نحافظ على بطانة الرحم على قد ما نقدر. في اثناء زراعه الاجنه ممكن نعمل منظار رحم؟ لا، في اثناء زراعه الاجنه يا ريت كان الموضوع ده ينفع، بس احنا بنعملها في الدوره السابقه. أهلا بكم في عالم الأمومة، في عالم يعني أقول إيه الطريق إن الأب والأم يكون عندهم طفل. هذا العالم المثير جدا، هذا العالم شاهد يعني إبداعات خاصة جدا، إبداعات إنسانية خاصة جدا، وشاهد أيضا عطايا ربانية للإنسان في صورة علوم رائعة. في اسمين لازم نذكرهم جدا واحنا بنتكلم على المناظير النهارده، حوار خاص جدا وله قيمه علميه نظرا لحاجتين. اولا طبعا الحوار من داخل واحد من الصروح الاسطوريه لعالم الاخصاب المجاري واطفال الانابيب، المركز المصري، هذا الصرح الاسطوري اللي اسسه اثنين من اساطير تاخر الانجاب في الوطن العربي، الاستاذ الدكتور جمال ابو السرور والاستاذ الدكتور محمد ابو الغار. يعني احنا بنتكلم على أساطير كبيرة وعظيمة جدا قدمت لهذا الفرع بقى على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم على فكرة الكثير من البحث العلمي والتطوير. النهاردة أيضا معنا ضيف من أصحاب المقام الرفيع، اسم أكاديمي كبير جدا واسم ما شاء الله له الكثير جدا من الأيادي البيضاء في عالم البحث العلمي وتطوير استخدام المناظير بشكل رائع جدا، سواء المناظير الرحمية أو مناظير البطن في عالم تأخر الإنجاب. ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير أستاذ الدكتور وليد صابر، أستاذ أمراض النساء والتوليد وتأخر الإنجاب بكلية الطب جامعة القاهرة، واستشاري تأخر الإنجاب والحقن المجهري والمناظير بالمركز المصري للأطفال الأنابيب. أهلا بيك. أهلا يا فندم، منور الناس يا حبيبي. فرصة سعيدة يا فندم. الله يخليك. أنا انبهرت طبعا بتصويرات نيلسون، حقيقة يعني بصراحة 1965 بالظبط، يعني ما شاء الله، يعني فتح الباب لحاجات وديتيلز كتير قوي اللي الواحد ما كانش متخيلها، فما شاء الله يعني صور بتتكلم عن نفسها. يعني المركز المصري ايضا فتح الباب للحق المجاري داخل الوطن العربي. بالظبط، مركز الرائد الذي قدم صوره رائعه للعمل الجماعي كمان. فانا عايز الاول نشوف التطوير اللي حصل، التطور اللي حصل، احنا بنتكلم على سنوات طويله برضو. تمام، هو طبعا معروف ان المركز المصري لاطفال انابيب ده يعني من اوائل او يعتبر اول مركز في الشرق الاوسط لاطفال الانابيب من الثمانينات الحقيقه، وانا اشرف ان انا انضميت للتيم بتاع المركز بقالي حوالي 14 سنه. ما شاء الله. تمام. يعني بعد ما خدت الدكتوراه على طول انضميت، يعني فتعلمت من المركز الكثير في الانضباط والسلوك والبحث العلمي، التيم ورك،
ما فيش حاجة بتبقى وليدة الصدفة، ما فيش أي قرارات بتتاخد إلا نتيجة أبحاث علمية يعني لا تخضع للتجربة الشخصية ولا الرأي الشخصي، وده طبعا أثر في النتائج بتاعة المركز وثقة العينين في المركز طبعا. فريق العمل، العمل الجماعي، هذه القصة، الحال المجاري عمل جماعي؟ أكيد أكيد ده عمل جماعي طبعا، لأن دي منظومة كاملة يعني، من أول الكلينيشنز، من أول الإمبريولوجيست، يعني المعمل ده طبعا أساس في أي مركز أطفال أنابيب، وإحنا عندنا ما شاء الله المعمل في المركز المصري يعني واخد شهرة قوية جدا، لأن كل خطوة بتتم فيه بتتم بدقة شديدة يعني، وإحنا نعتبر نفسنا كل واحد ترس صغير في السلسلة الكبيرة أو المكنة الكبيرة اللي بتدور المركز المصري أطفال أنابيب، لأن هو ده عمل مؤسسي يعني، لو في حد غاب، لو في حد ما جاش، المركز بيفضل شغال كما هو بنفس السيستم، بنفس الانضباط اللي احنا تعودنا عليه. احنا حوارنا النهارده عن منظار الرحم تحديدا. انا ارى انه الناس لغايه دلوقتي مش مديه منظار الرحم قدره من الفهم والاستيعاب. فعايزين نعرف ايه هو منظار الرحم؟ ايه؟ لماذا تحتاج المراه الى منظار الرحم؟ هو الحقيقه منظار الرحم يعني كان زي ما تقول يعني الناس قافله عليه ومش خايفه منه، خايفه تقرب ناحيه الرحم، يا ترى احنا هخرم الرحم، مش هعرف ادخل دخول صحيح للرحم. وزمان كانت عمليه كامله يعني، عشان العيانه تدخل عندنا كان في القصر العيني تعمل منظار رحمي تشخيصي، كانت بتدخل وبتتحجز وبتقعد تعمل فول انفستيجيشنز، كل التحاليل اللازمه، وفي الاخر بتنزل في لسته العمليات عشان تعمل توسيع لعنق الرحم وندخل جوه تجويف الرحم نشوف بالمنظار. دلوقتي منظار الرحم بقى مكتبي، بمعنى ان احنا ممكن نعمله في العياده، يعني ممكن حاجه اسمها اوفيس استروسكوبي او منظار رحم مكتبي، بندخل عن طريق عنق الرحم لجوه تجويف الرحم من غير ما نوسع عنق الرحم خالص، العينه ما بتحسش باي الم او الم بسيط زي الم الدوره تقريبا، بنشوف عنق الرحم وبنشوف تجويف الرحم بوضوح، لان هو تجويف الرحم ده البيت اللي هيستقبل الجنين في الاخر، فلازم نبقى مطمنين 100% ان هذا البيت او هذه الحجره اللي هتستقبل الجنين ما فيهاش اي مشاكل. فطبعا بقى ليه اهميه قصوى طبعا، وخصوصا بعد دخول اطفال الانابيب في المجال الطبي. طبعا اطفال الانابيب احنا هدفنا الاخير الاول والاخير ان احنا يبقى في جنين كويس بنحطه في تجويف رحم سليم. فطبعا لازم نستبعد وجود اي مشاكل في تجويف الرحم تؤدي الى فشل الحقن المجهري. احنا بنركز على 5 حاجات تقريبا في تجويف الرحم: هل في اورام ليفيه، هل في زوائد لحميه، هل في التهابات، هل في التصاقات، هل في عيوب خلقيه جوه تجويف الرحم ولا لا. كل الكلام ده مهم جدا جدا عشان خاطر في الاخر نحط الجنين في مكان مظبوط يعني. فطبعا الناس كانت متخوفه من منظار الرحم، بس زي ما حضرتك شايف دلوقتي الفيديو دوت بكل طبعا الفيديوهات دي عندنا في المركز المصري، ده نورمال هيستروسكوبي، احنا ده منظار رحمي تشخيصي زي ما حضرتك شايف كده. احنا دخلنا جوه تجويف الرحم، بصينا على كل الجدران بتاعه الرحم وفتحات الفالوبيان تيوبس يمين وشمال، شفنا كل حاجة، استبعدنا وجود أي مشكلة جوه تجويف الرحم من الحاجات اللي أنا ذكرتها، ودوت زي ما حضرتك شايف كده ما خدش أكتر من دقيقة. هو الوقت بتاعه من غير ما نعمل توسيع لعنق الرحم. هو ده الوقت بتاعه اللي انتم شايفينه بالظبط، ما عملناش مونتاج ولا تسريع للصوره من غير مونتاج، هو ده نفس بالظبط كده، اقل من 20 ثانيه مثلا بالظبط، اقل من نص دقيقه بالظبط. في انواع لمنظار الرحم؟ بص حضرتك، هو منظار الرحم ليه انواع، ليه نوع تشخيصي ونوع علاجي. لو هنتكلم على مستوى التشخيصي، بنستخدم معظم الناس بتستخدم حاجه اسمها اوفيس استروسكوبي او المنظار الرحم المكتبي. ده عباره عن عدسه، العدسه دي بتبقى مرتبطه بكاميرا هيد، دي عاليه التقنيه الكاميرا هيد ديت، والعدسه بتبقى رفيعه جدا، قطرها حوالي 2.9 مليمتر 2.9 ملي، وبيبقى متصله بلايت كيبل، مصدر ضوئي. الهدف من ده كله، وطبعا في الاخر بنحط الانفلو او
فلويد اللي احنا بنستند بيه اليوتراين كافيتي، يعني اللي بننفخ بيه تجويف الرحم. تجويف الرحم ده بوتنشال سبيس، ده تجويف، ده مقفول، ده عضله قافله على نفسها ما بتتفتحش الا اذا حقنت جواها سائل. فاحنا بنحقن سائل سلاين، والسلاين دوت سائل صديق للجسم بيمتصه بسهوله، محلول الملح العادي، محلول ملح عادي، بحيث ان احنا نبعد الجدار الامامي عن الجدار الخلفي للرحم، بحيث ان احنا اي مشكله جوه تجويف الرحم بنشوفها، بنشوفها بنشخصها وبنعالجها في نفس الوقت. تمام. فيعني هو تشخيصي وعلاجي في نفس الوقت. فده طبعا بيوفر على العيانين مجهود كبير جدا، بس مش معنى كده ان العيانه هتعمل منظار الرحم ده بشكل روتيني قبل الحقن المجهري. برضو الموضوع دوت برضو الاكسبنسز والتكاليف على العيانين حاجه مهمه جدا بالنسبه لاي مركز اطفال انابيب. وعندنا في المركز ما بنعملش خطوه الا اذا كانت العيانه محتاجاها فعلا. طبعا دوت بيبقى بيزد برضو على الابحاث العلميه والمؤتمرات والجمعيه الاوروبيه والجمعيه الامريكيه والرويال كوليدج، التوصيات بتاعتهم، والقشري اللي هو المؤتمر السنوي اللي بيتعمل عشان خاطر الانجاب وكده. فمش بيقولوا ان ده يتعمل روتين. بيتعمل امتى؟ بيتعمل لو انت شاكك بالالترا ساوند بالسونار ان في مشكله جوه تجويف الرحم. يعني شاكك ان يبقى فيه لحميه في جوه تجويف الرحم، شاكك، مجرد شك، فبندخل على تجويف الرحم وبنستبعد وجود الكلام ده. يعني مثلا الفيديو اللي قدامنا دوت برضو عشان احنا شكينا في وجود لحميه في تجويف الرحم، هندخل على تجويف الرحم هنبص هنشوف مكان اللحميه. اللحميه دي عباره عن زائده داخل تجويف الرحم، بتبقى موجوده يا اما لوحدها كده او مع تنشيط التبويض، وبتبقى حاجه حميده خالص ما فيهاش اي مشكله. بس بالنسبه لنا في الحقن المجهري ممكن تسبب مشكله، لان ممكن تعمل التهاب حواليها. يعني زي ما حضرتك شايف كده، ده مجموعه من اللحميات، دي مش لحميه واحده جوه تجويف الرحم. فطبعا لازم ما نتعامل معاها وبنشيلها بمنظار الرحم قبل ما نبدا في اجراءات الحقن المجهري عشان خاطر يبقى تجويف الرحم في الاخر سليم. طبعا امتدت بعد كده المنظار الرحم لمنظار رحم جراحي، ودوت بنسميه ريسكتوسكوب. دوت بيستأصل ده بقى لو في ورم ليفي كبير، لو في حاجز رحم كبير بيستأصل، ساعتها بنستأصل الكلام دوت وبنجهز تجويف الرحم كويس قبل الحقن المجهري. بيستأصل الورم او بيستأصل الورم لحميه كبيره، ورم ليفي كبير بس يبقى اكتر من 50% جوه تجويف الرحم ويبقى اقل من 4 سم. برضو الورم الليفي لما كبير قوي ما بيقدرش المنظار الرحم ان هو يشيله. فطبعا بيبقى فيه تشالنج كده ما بين الفلويدز او السوائل اللي احنا مدخلها جوه جسم العيانه ومده العمليه وتاثيرها على العيانه. ما ينفعش ان احنا نشتغل منظار رحم جراحي في ساعتين، ده في الاخر العيانه هي اللي هتدفع الثمن في الاخر. فطبعا بنوزن الموضوع. يعني في اثناء زراعه الاجنه ممكن نعمل منظار رحم؟ لا، في اثناء زراعه الاجنه يا ريت كان الموضوع ده ينفع، بس احنا بنعملها في الدوره السابقه. والدوره السابقه لزرع الاجنه لما بنعمل منظار رحم، لو فرضا ان ما فيش اي مشكله في تجويف الرحم، منظار الرحم لوحده بيعمل حاجه اسمها سكريتشنج او خربشه في بطنه الرحم. السكريتشنج ده مهم برضو لالتصاق الجنين بالرحم بعد كده، لانه هو الجسم بيتعامل معاه كانه زي تعويره في بطنه الرحم، فبيطلع حاجات وكيميكلز وهرمونز عشان يقدر ان هو يصلح هذا السكريتش، وبالتالي يقدر الجنين بعد كده يلتصق. يعني دلوقتي حضرتك الفيديو ده عشان يشخص لنا الاتجاه الصح في زرع الاجنه. لو حضرتك شايف كده دوت التجويف الرحم اللي احنا داخلين فيه ده، التجويف الرحم السليم. عيانه ديت كانت عامله سيرفايكال دايليتيشن قبل كده وحصل فولس باسج، يعني الدايليتور دخل في عضله الرحم وعمل تراك جوه عضله الرحم زي ما انت شايف كده اللي كانت عامله توسيع في عنق الرحم كده. والموسع دخل غلط في وسع. بص عليك، عامل تراك على الجدار الخلفي جوه. طبعا ده لو اتنقل فيه الاجنه خلاص مش هيحصل حمل. فمنظار الرحم شخص هذا الفول ستريك، ويمكن هو ده الوسيله الوحيده اللي تشخص الفول ستريك، هو منظار الرحم. يشخص نفق
بالظبط، او يشخص منطقه مستخبيه في الرحم. انا كده داخل بعناية وعارف بالظبط انا ماشي فين، وعارف القسطره اللي هنقل بيها الجنين هتبقى اتجاهها فين. فطبعا مهم جدا في تشخيص الحالات دي. هل قيمه بعد ولادات قيصريه؟ بعد الولاده القيصريه طبعا اي عمليه في الرحم فيها غرز، ولاده قيصريه او ازاله ورم ليفي عن طريق فتح البطن، ممكن نلاقي فيه التصاقات جوه تجويف الرحم. يعني في عيانه مثلا كانت عامله قيصريه بقى لها 8 سنين كويس، وهنشوف الفيديو بتاعها دوت، وبالالترا ساوند لقينا فيه بطانه الرحم الريجولر كده ومش منتظمه. فعملت المنظار الرحم ده، وزي ما حضرتك شايف كده احنا داخلين على تجويف الرحم. تجويف الرحم جوه كويس جدا، بيرفكت، ما فيهوش اي مشكله. زي ما حضرتك شايف كده سطح اهو تجويف الرحم، وفتحات الانابيب يمين وشمال هتبقى متشافه. اجي ارجع بقى بالمنظار، هنلاقي فيه مشكله. ايه المشكله اللي احنا لقيناها؟ المشكله اللي احنا لقيناها ان احنا لقينا المنظر اللي حضرتك هتشوفه ده عباره عن خيوط جوه تجويف الرحم. شايف الخيط ده؟ فيكرين، ده بعد الولاده القيصريه، واتجدل كده وبقى جوه تجويف الرحم، دخل، وده بقى كانها مركبه لولب بالظبط. مانع للحمل بالظبط كده. وده ما كانش حاجه هتشخصه غير منظار الرحم. والحالات دي بقينا نشوفها، يعني دي مش رير كيس قوي، يعني انا شفتها كذا مره، مش نادره. انا اول مره اسمع عنها واشوفها بالظبط كده. شفتها كذا مره، وبيتشال برضه عن طريق منظار الرحم، ان احنا بنقص كل الستيمز دي بتاعت الخيط، كل الخيوط دي. بالظبط كده. دي بعد ولاده سابقه خلاص، دي بعد ولاده قيصري، هتبقى كانها بالظبط لولب بالظبط. فايه اللي يشخص كده غير منظار الرحم؟ مفيش. امتى برضو هجيب خوف الناس من مضاعفات او كومبليكيشن او سيكولي الهيستيريسكوب؟ طبعا الرعب من الهيستيريسكوب كله من الفوليوم اوفرلود، يعني السائل لما بنضخه جوه تجويف الرحم لو عدى الحدود بزياده، ده بيدخل العينه في فوليوم اوفرلود. يعني السائل دوت بيروح للدوره الدمويه وبيستند الدوره الدمويه جامد، ممكن يأثر بعد كده على الرئة وعلى القلب، يعمل مشاكل كبيرة يعني. فطبعا كمنظار رحمي مكتبي ده ما بياخدش البروسيدجر ده أكتر من دقيقة، وبنستخدم فيه سلاين اللي هو المحلول الملح. محلول الملح ده ايزوتونيك زي ما اتفقنا، وصديق للجسم جدا، وبيمتص وما بيحصلش منه الفوليوم اوفرلود اللي احنا اتكلمنا عليه ده. إنما لو هنستخدم منظار رحمي جراحي، وبنستخدم حاجه اسمها مونوبولار دايسيرمي، معناها ايه؟ معناها ان احنا لازم نستخدم محلول ما فيهوش الكترولايتس، ما فيهوش اي حاجات ماشيه فيها، هو انرت زي الجلايسين، ما فيهوش صوديوم، ما فيهوش اي حاجه. دوت لو بنستخدم حاجه اسمها مونوبولار دايسيرمي. لو باي بولر نستخدم سلاين عادي، بس الخوف بقى من المونوبولار ان بنستخدم جلايسين. جلايسين دوت لو زاد عن الحد هو ده اللي بيدخل العينه في فوليوم اوفرلود، وممكن يدخلها بعد كده في المشاكل بتاعه الرئه والقلب دي. فلازم اللي يشتغل منظار رحم يبقى عارف بالظبط بيتارجت ايه، ولازم يبقى اورينتد، يبقى عارف هو شغال فين، الجدار الامامي من الخلفي، وشغال على ايه، ويبقى الوقت محسوب، ولازم اللي داخل واللي خارج يتحسب عشان نعرف دخل العينه قد ايه. لو احنا حافظنا على الكلام ده كله، وحافظنا على الاورينتيشن، يعني احنا داخلين شكل المنظار الرحم ايه، عارفين التجويف الرحم شكله عامل ازاي، مش هناخد وقت، وبالتالي مش هيحصل كومبليكيشن. هي نصيحتي الوحيده والمهمه جدا ان لو انت مش شايف حاجه او لو حصل كومبليكيشن، من فضلك ستوب البروسيدجر، ما تزودش عن كده، لان انت كده هتضر العيان. في عجاله العلاج يستخدم للعلاج، احنا اكدنا ان هو بيستخدم في علاج مثلا اللحميه، يستخدم في ايه تاني في العلاجات؟ زي ما اتفقنا لحميه، لو في ورم ليفي برضو ممكن يتشال، ويتشال كاملا، بس يبقى معديه 50%، يبقى معدي جوه تجويف الرحم. لو في حاجز رحم برضو بيتشال. حاجز الرحم على فكره احنا بنشوفه دلوقتي مش قليل، يعني دي مثلا دي حاجه اسمها لحميه، دي على الجدار الخلفي للرحم اللي حضرتك شايفها دي زي ما حضرتك شايف كده، دي موجوده في المكان بالظبط اللي بيتزرع فيه الجنين. فدي الافضل ان احنا نشيلها، لان هي ممكن
بتنترفير او ما تتعوق انغماس الجنين في الحته دي بالظبط. وممكن كمان يحصل التهاب حواليها، والالتهاب دوت برضه نفس الكلام زي ما حضرتك شايف كده، بندخل مقص، المقص دوت الكاليبر بتاعه صغير جدا بنسميه 5 فرنش، والمقص دوت بيشيل بقى اللحميه من جدرها بحيث ان هي اللحميه دي ما تطلعش تاني. ساعات اللحميه دي بتبقى صغيره جدا ما بتبانش غير مع تنشيط التبويض، نلاقيها في السونار قد كده زي ما حضرتك شايف. ده برضه ريل تايم، دوت مش متمنتج خالص، دوت المقص بيجيب اللحميه من جدرها. بعد ما بنجيب اللحميه من جدرها كده بندخل بآلة تانية اسمها جراسبر عشان نشيل الايه اللحميه. برضو الحاجز الرحمي، حاجز الرحمي دوت بيبقى كتير زي ما حضرتك بتقول، ما هوش كتير قوي، هي برضو دوت انومالي، يعني ده عيب خلقي. تمام، زي ما احنا شايفين كده قاسم الرحم لحجرتين. طبعا الرحم لما بينقسم لحجرتين فرصه ان الحمل يكمل غير لما يبقى حجره واحده. فاحنا طبعا لازم نتعامل مع الموضوع دوت ونشيل الحاجز الرحم. طيب هنشيله ازاي؟ افضل طريقه لشيل الحاجز الرحم هو ان احنا نشيله بالمقص، زي ما احنا المقص اللي احنا شفناه قبل كده وهنشوفه دلوقتي. ليه بالمقص؟ عشان ما بنستخدمش دايسيرمي، يعني ما بنستخدمش حرق للحاجز، عشان نحافظ على بطانه الرحم على قد ما نقدر. زي ما حضرتك شايف كده بنقص في الحاجز، الحاجز ده بيبقى عباره عن عضله رحم، كل ما بنقص كل ما بيريتراكت، يعني كل ما بيرجع لمكانه تاني، وكل ما التجويف الرحم بدل ما بقى حجرتين هيبقى يونيفايد، هيبقى حجره واحده. فانت كده زودت التشانس للست ان هي لما تحمل تكمل الحمل وما يحصلش حاجه اسمها ميد ترايمستريك ابورشن، اللي هو السقط في الثلاث شهور الوسطانيين من الحمل. بنشوفهم كتير مع الحاجز الرحم. زي ما حضرتك شايف كده العملية في منتهى السهولة، عشان احنا اورينتد بتجويف الرحم، وتجويف الرحم ديستندد كويس بالسلاين. فزي ما حضرتك شايف كده وبنقص في نفس اللاين لا قدام ولا ورا عشان تو افويد بيرفوريشن. الحوار معك ممتع للغاية ومفيد. الله يخليك يا دكتور أيمن، وعلى مستوى علمي راقي جدا جدا جدا، افاد قبل اعتقد قبل يعني المرضى افاد الاطباء اللي بيشوفونا وطلبة الطب والناس اللي بتحضر ماجستير واللي بيحضروا دكتوراه استفادوا اكيد من حوارك النهارده. لكن المرضى لازم في الاخر الحوار يروح اتجاهه انه المريض ده ما تبقاش مرعوبه لما حد يقول لها بالزبط هنعمل لك منظار رحمي. نورت وشرفت، وكالعاده الحوار معك دائما له قيمه علميه كبيره. متشكر يا فندم، الشرف ليا يعني. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع اكاديميا وعلميا الاستاذ الدكتور وليد صابر، استاذ امراض النساء والتوليد بكليه طب جامعه القاهره قصر عيني، واستشاري تاخر الانجاب والحقن المجهري والمناظير بالمركز المصري لاطفال الانابيب الصرح العريق، اللي طبعا بنتشرف بانه يكون معنا في الناس الحلوه. خليكم دايما فاهمين ايه هو المنظار الحلو، الحلو ايه؟ المنظار الرحمي. خليكم بقى مع الناس الحلوه.